أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد الحج ولكن ليس لدي الاستطاعة المالية على ذلك، فهل أذهب مع إحدى الحملات مشرفا وأحج، مع العلم أن الإشراف على الحملات مما يشغل الحاج عن أداء حجه على الوجه المطلوب؟ ليس عليك حج حتى تستطيع من مالك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا استطعت من مالك وجبت عليك حجة الإسلام، إذا لم تستطع من مالك فلا، ما عليك حج. نعم.